البقرة ما بها شيء. الشيخ إبراهيم وصاني جيبها لعندك مشان تشتريها، وقد ما بتدفع فيها أنا موافقة. صدقيني أنا حابب اشتريها، بس أموري كتير دائرة بهاليومين. قد ما دفعت معلش. صدقيني ما معي مصاري. من شان الله ما تواخذيني، وسلمي لي على الشيخ إبراهيم. الله يسلمك. ما حدا رح يشتريها. يلا شباب كل واحد على شغله. يلا هاي ساويت مثل ما بدك يا أغا. شو ساوي؟ ما أخدك، وبكرة رح ياخدوا بنتي مني. دخيلك ساعدني يا رب، ما لي حدا غيرك. مساء الخير خالي. أهلين. أنا عم دور على ضيعة سارسو، بس كأني ضيعت الطريق. لا لا، أنت مو مضيع الطريق. شايف هالتلة؟ الضيعة وراها. بس خير، على مين عم تسأل؟ إلي رفيق بالضيعة، وأنا جاي مشان زوره. يسلموا خالي، أنا بتشكرك.